بتعرفي جياتري، أنا حاسة إنك اليوم رح تطلعي مثل الأميرات. بعدين نحن مو كل مرة بصير لنا نروح على هيك حفلة. شو رح تلبسي؟ أكيد شي حلو ومرتب. ما بعرف، أنا ما عندي شي ألبسه بالحفلة. لازم يكون لبسي كتير حلو. مرت أخي، ما عندي شي ألبسه على الحفلة. أمي، رح ألبس الساري تبعك. بس أنتي مانك رايحة، البنت هون ما بتحضر هيك حفلات غير إذا كانت متزوجة، وأنتي مو متزوجة، لهيك ما بصير تروحي على حفلة القصر. طيب ليش؟ شو ذنبي إذا مو متزوجة؟ ذنبك إنك خلقتي بنت بهالبلد هاد. بتعرفي كتير منيح إنه نحنا ما منخلي بناتنا يلي مو متزوجين يطلعوا قدام الغربة. بس يا أنا قلت ما في روحة، خلصنا. أمي، صورنا لي خطمنيني، كيفن أهلك؟ الكل مناح. أنا متأكد إنك اشتقتي لأميركوت، مو هيك بنتي؟ وبعدين حتى لك شراج اشتاق لك كتير. إيه، ولهيك له 4 شهور تاركني ببيت أهلي. كنت مجبور، مو بإيدي.